دويدي وصال فردوس من الجزائر، عمري 10 سنوات، ولاية عين تيموشنت، بلدية حمام بوهجر. أدرس بمتوسطة تقيق عبد القادر. شاركت مؤخرا الأسبوع الماضي في ألمانيا ببطولة العالم للرياضيات السريعة والحساب الذهني للأشبال، والحمد لله تحصلت على المرتبة الثانية عالميا في أول مشاركة لي. قبل بداية المسابقة كانت الأجواء صعبة. صعبة وكنا متوترين، خاصة الفريق الجزائري عندما رأينا الشعب الأخرى، ولكن مثل الهنود واليابانيين، ولكن بعدها عرفنا باللي خدمنا وراح داك التوتر وشرفنا الجزائر بالمراتب الأولى. أنا والدة الدويدي ويصال، كنا الأسبوع الماضي في ألمانيا، رافقنا 15 بطل من متأهلين من الجزائر، منهم 5 من فئة أشبال جينيور 1، 5 من فئة أشبال جينيور 2، و5 من فئة سينيور. ما كنتش وحدي، كنت أنا 15 بطل وحوالي 20 مرافق لهذه الأبطال. خفنا بزاف، خفنا كي حنا كل الأبطال، خاصة الهنود موالفين. كل عام اللي بدات هذه البطولة العالمية هما اللي يفتكوا المراتب الأولى دون منازع، لكن الحمد لله كي دخلوا الأبطال تاعنا، وكان الدعم من بعض المدربين خاصة الأستاذ حكيم مرافق، أستاذ أمين مغوزي، وقدموا دخلوا تقدموا لهم النصائح، كي شغل خفوا عليهم داك التوتر. ومن بعد كي دخلوا لي كان يخدم بالطبع، كاع خرجوا فرحانين، كيما تحصلنا على ميداليتين فضيتين، ميدالية ذهبية لطفل البطل إياد مغوزي، ثم الميدالية الفضية لابنتي وصال في أول مشاركة لها، خاصة فرح لها كاع الشعب الجزائري ودعا لها، لأنها كانت هي الأصغر في هذيك البطولة. ثم كان عندنا ميدالية فضية لوليد القسنطيني، بطل بكل معنى الكلمة في فئة سينيور، وسينيور عندهم نماذج صعيبة. هذه بنت ولدي وفرحنا بها من ربحت إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي تكون توصل إن شاء الله أكثر من هاك. دعمناها كاع في الحق، وكثر أبوها وأمها، دائما نفتح لهم بالخير، ودائما نحوسوا لهم على الخير والربح. صدناها بالخير والحمد لله. الحمد لله شرفتنا وشرفت عائلة الدويدي وعائلة بعيليش، ورانا فرحانة فرحة كبيرة كبيرة لا تطاق، وانا فرحان بهذا البنت، الله يوصلها ان شاء الله النجاح كبير، والله يخلي لها والديها والكثرة عبد القادر.